أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بانضمام طلبة جدد للأكاديمية العسكرية المصرية. وفي كلمة له أكد الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية أن الأكاديمية تعمل على تهيئة كل الظروف لإعداد الطلبة في مختلف الجوانب العسكرية والثقافية والفكرية والإنسانية. احنا متعودين يعني يبقى لينا فرصة ان احنا نتكلم معاكم ونشوفكم ونطمن عليكم وكمان نطمنكم. فأبدأ الأول بأن أنا أرحب بالطلبة الجدد، أهلا وسهلا بيكم، كل التقدير والاحترام ليكم لانضمامكم للقوات المسلحة. دي مهمة عظيمة قوي اللي انتم تشاركوا فيها وتبقوا موجودين معانا خلال رحلة كبيرة قوي تبدأ من النهاردة في الأكاديمية، ثم إن شاء الله بقيت مراحلها. يعني ربنا يديكم دايما العمر والصحة. بتمنى لكم التوفيق. أنا عارف إن الفترة الأولانية بتبقى فترة صعبة بين حياة كنا متعودين عليها كلنا في الحياة المدنية، ثم شكل آخر إحنا بنبتدي نتعود عليه هنا. زي ما انتوا شفتوا كده احنا بنبدا يومنا الساعه تقريبا 5 الصبح، لكن ده طبعا في اطار ان احنا يعني بنعد انسان، مش بس انسان مقاتل الحقيقه، احنا بنعد انسان من كافه الوجوه، من الناحيه العلميه، من الناحيه الثقافيه، من الناحيه الفكريه، من الناحيه الانسانيه، وكمان من الناحيه العسكريه. كتير مننا ما يعرفش ان البناء اللي بيتبني هنا في الاكاديميه هو بناء متكامل للشخصية اللي هي بيتم استقبالها ثم إعدادها عشان تنضم للقوات المسلحة.